خلي خلي إذن خلي مباشرة من موقع لكسوس الأثري. كتلاحظوا معكم الدراجة الشبح اللي طلقنا عليها مبروكة. هذه هي الدراجة التي جابت المغرب من شرقه إلى غربه في مدة 9 أيام. إذا مبروك ليلى ومبروك حتى لعبد الفتاح اللي دابا حنا كنتواجدوا في موقع الأثري لكسوس كما كتلاحظوا في المدخل الباب الرئيسي اللي حلينا بهذا الموقع الأثري. ودابا الآن هو معنا السي عبد الفتاح، تبارك الله عليكم. إذا في الأول بعد الأولى الإخوان الله يخليكم، راه حنا كنحييكم كاملين لأن دخلتوا بواحد الشكل كبير، وهذا دليل بأنكم يعني حببتوا هذه الفكرة ديال الرحلة بالدراجة، وهنيتوا يعني وتعاطفتوا مع عبد الفتاح وهنيتوا بالحمدتو في السلامة لأن دار واحد المغامرة في الحقيقة وخرج له بسلام، يعني ما وقع له حتى شي حادث في هذا باستثناء عبد الفتاح. تبارك الله عليك، باش ما نطولوش عليكم نخليو عبد الفتاح هو يتكلم ويزيد يوضح لكم. تبارك الله عليك. أول حاجة تنشكر الناس المتتبعين مباشرة هذه الرحلة، سواء عبر الفيسبوك بالصور أو مباشرة حاليا في هذا النقاش اللي كندير مع الإعلامي أستاذ القدر والسي بوميدي. بالنسبة للرحلة، الرحلة أتت في المرحلة الثالثة دابا ديالها، لأن السنة الفارطة عملت الشق الأول والشق الثاني، هاد السنة هي امتداد للسنة الفارطة. فالدراجة هاد الرحلة عملت لها شعار ديالها لتشجيع السياحة الداخلية، استعملت الدراجة أو الدراجة الهوائية داعمة لتشجيع السياحة الداخلية. ومن المآثر اللي عندنا هنا في العريش هي مدينة ليكسوس، يعني بحال الدراجة دابا كيمكن تسمح لك باش توصل حتى ليكسوس. فدينا الرحلة من الشرق إلى غرب المملكة، ديناها من وجدة مرورا عبر الطريق الساحلية بالمدن الريفية كاملة وصولا إلى طنجة ثم مدينة العريش. اليوم كان محطة نهاية. فبالنسبة للمسافة اللي قطعناها، هذا المسار كان من وجدة وصولا إلى العريش، المسافة كانت 730 كيلومتر في ظرف 9 أيام كلها طريق، ولكن الرحلة استغرقت 11 يوم. كاين بعض المدن اللي كانت جميلة جدا وفيها مآثير، فيها أماكن اللي خصها تزار، اضطريت نجلس فيها يومين. إذا السياحة الإيكولوجية، ما كتركزش غير على البحر، بل هناك الجبل، هناك الواد، الأنهار، الغابات، جميع المدن تتلقى عندهم عنصر أو جوج من هاد النقط الثلاث. بالنسبة لمدينة العريش كتجمعهم كاملين، هناك البحر، هناك الواد، هناك الغابة، اللي بغيناها كاينة. اش كيبقى؟ تيبقى نستثمروا هاد العناصر في تشجيع السياحة الداخلية. بالنسبة للتجهيز أو التهيئ للرحلة، الرحلة كانت تدريب شقة في الأول. يعني باش نقولوا واحد الفكرة، كنقولوا بأن هاد العناصر والمكونات خصنا نستثمرهم في السياحة الداخلية والسياحة وتنمية السياحة المحلية. يعني بمعنى أن مثلا الماء عندنا الواد يعني والبحر، خص تشجيع الرياضة سبور توريستيك ما كايناش، يعني باش كذلك بنية الاستقبال، توفير بنية الاستقبال، وكذلك حتى بنية ديال يعني ثقافية، يعني لأن الثقافة والسياحة راهم كيمشيو متلازمين مع بعضياتهم. ما خصك تعمل البنيات ديال المهرجانات تكون عندها بحال البنيات الاستقبال ديال المهرجانات الثقافيه والانشطه وهذا. بالنسبه للشيء اللي قلتيه استاذ القدر، لانه رساله اللي كنحملها في هاد الرحله اللي دامت 9 ايام والمسار ديالها كان 730 كيلومتر، لابد من الرغبه الناتجه عن احساس الى تولدت عند الشخص كيفما كان النوع ديالو لتحقيق واحد المبتغى. يعني العراقيل كلها اعرض الحائط، العراقيل ما كتشكلش واحد الحاجز باش ما نوصلش لواحد الهدف.
يعني انطلقنا من وجده وصلنا الى مدينه العريش، قطعنا هذه المسافه رغم العراقيل ديالها بزاف، كاين منها العقبات، كاين مشكل ديال الطقس، كاين مشكل ديال المبيت، كاين مشكل ديال التغذيه، كاين بزاف ديال الحوايج كنلقاوها في الطريق، ولكن رغم ذلك كملت المسار. يعني حتى دوك التلامذ ديالنا اللي كنقريوهم مثلا الا بغاو يوصلوا لواحد الهدف راه غيوصلوا له. احنا هذه هي النتيجه اللي بغي، هذه هي الرساله اللي بغينا نبلغوا للتلامذ ديالنا بناء على هذه الرحله. ثم من الناحيه المحليه الدراجه كتوصلك لجميع النقاط اللي انت باغي تشوفها في الاماكن السياحيه. الا جينا نقارنوها مع السياره يمكن تشوف المناظر الطبيعيه من وراء الزجاج. الا كنتي في حافله مثلا ما تقدرش توقف. يعني اللي بغيت نقول بان هذه المسائل المعنويه او الذاتيه هي إرادة ديال كل شخص، ولكن حنا بالنسبة لنا الرسالة ما كتبقاش في الذاتي كما قلتي أنها تربوية وكذلك رسالة ديال تنمية الرياضة والسياحة. لأن بالنسبة للأندية الرياضية كنلاحظوا ما عندناش مثلا بالنسبة للدراجة يعني رياضة منظمة، عندنا مثلا باستثناء بعض النوادي بحال الجيل الجديد وداك الشيء هناك يعني ما كتنظمش أنشطة سنوية معروفة بها وداك الشيء، يعني كتشارك في المناسبات وداك الشيء. مازال لحد الآن الرياضة يعني ما لو سبور ديال لو فيلو مازال ما لماش يعني ما ساهمش في التنمية ديال يعني عنده علاقة بالسياحة ولا شي حاجة. ولهذا كنقول أنايا الرسالة خص تكون رسالة عاوتاني عندها طابع ديال تنمية الرياضة والدراجة بصفة خاصة. هي الرياضه ديال الدراجه فيها نوعان. بالنسبه للدراجه اللي كنستعمل الخاصه بالروندوني يعني الجولات السياحيه، كاين الرياضه ديال الدراجات اللي الدراري ديالنا كعريج هنا اللي تيديروا السباق، هذاك نوع اخر فرق اخر ديال الرياضه. لكن بالنسبه للروندوني هي الممارس ديالها تيخصو يقطع واحد المسافه ما عندهاش علاقه بالتوقيت، هو خصو يجيب النتيجه ديال مشاهده الاماكن السياحيه كيف رفعنا هذا الشعار، استثمار النقط اللي هو خرج من اجلها في الرساله ديالو. بينما الرياضي ديال السباق خصو يقطع واحد المسافه كبيره في واحد الزمن معين، لكن الروندوني كيخصها دراسه. إلا جينا ناخذ المثال ديال هذه الرحله هذه، قررتي انك غادي تربط مدن الشمال مع مدن الشرق مع الغرب عبر الدراجه الهوائيه اللي تحقق السياحه الايكولوجيه، ماشي سهله في هذا المثال، راه خصها دراسه. اول حاجه خص البرنامج كيدرس متقن وبانتظار، وكل نقطة ديالو كتركز عليها اشنو خاص فيها، المدة الزمنية، اللوجيستيك، الطقس، التواصل، كاع هاد النقط كتحطو. ثم كنجيو للتجهيز ديال العتاد اللي خصك تخرج به. أول حاجة بالنسبة للدراجة خصها يكون عندها واحد الحامل ديال الأمتعة ديالك يكون واحد اللور واحد القدام، هادشي تقنية اللي خص الممارس ديالها يدرسها. يعني إذا كان الحامل يكون القلور خصك 60% ديال الثقل ديالك خصو يكون اللور، و 40% خصو يكون القدام، هذه خصها تكون تقنية. ثم ثانيا الإنارة بالليل خصها تكون عندك. علاش؟ ما كتعرفش الوقت اش كتجي، تقدر تكمل الطريق بالليل، بعض المرات كتكون هذه العملية. ثم اللباس خصو يكون خفيف أكثر ما يمكن، مثلا خرجتنا في الصيف كنتي جوج لبسات حتى ثلاثة، وحدة كنلبسها خدام بها في الطريق وجوج مصبنين، علاش؟ باش كتبدل بهم. إلا ديتي تقل ما يمكن، على أنت غادي على الدراجة كل ما خففتي ليكون أحسن. ثم الأجهزة اللي خصك ديتي تاني دائما تكون ديال بلاستيك خفيفة، والثوب يكون خفيف أقل أكثر ما يمكن. تبقى اللباس ديال الشتاء ديال لبسة وحدة احتياط، لأن ملي كتدخل الجبال تيكون الطقس بعض الخطرات ماشي هو هذا، تيكون بارد، تيخص تكون عندك واحد اللبسة احتياطية. نقطة أخرى اللي يمكن نتكلموا عليها في هذا المايب هذا هو السياقة. السياقة ماشي، أنا في الرأي ديالي ماشي أي واحد يمكن يخرج بالدراجة خارج المدن ويمشي مع السيارات ب 120 اللي غادية مع 160 يقسم معها الطريق. إذا كانت الروندوني منظمة أكثر من واحد، يعني كنقول جوج أو ثلاثة، تيخص ثاني يكون واحد اتفاقية ديال المجموعة تيخصو يكون فيها واحد ليدور، يعني القائد ديال هذيك المجموعة،
يكون دراسة ديال الوضعية المالية. يعني كل من هو اتفاق اتفقوا عليه خصو يكون تحت امر الليدر الليدر ديال ديال المجموعه. الى خرجوا ما يمكنش باقي يكون تراجع على النقاط اللي اتفقنا عليها. عندنا واحد كيتشارج نسميوه ديال الرحله يعني دفتر تحملات خصنا نتابعوه كاملين حنا ونحققوا الهدف ديالنا ديال الرحله على شهر ديالنا. واخا على هذا الاساس على هذا الاساس على الكيتشارج يعني باش نقولوا هاد التحملات اللي وضعتيها انت لهذه الرحلة هذه بالنسبة لك حقات كاملة وضعته مع راسي أنا اللي كشر مع راسي يقدر نسميه مع العقل الباطني ديالي حققت جميع الأهداف ديال الرحلة ما طبيعة الحال كاملة حققتها حتى المدة الزمنية جبتها بيوم الجمعة. اليوم غادي نكمل الرحلة ديالي وغادي ندخل للعريش. كان واحد التقاسم بيني وبين الأصدقاء ديال التواصل الاجتماعي في الفيسبوك اقترحت على حسن الرحلة اليوم واش نقسمها الى مدينه اصيله ثم غدا ندير مرحله اخرى. كاين واحد التكافؤ الفرص تقريبا بين مؤيد ومعارض. شفت بانه غادي نكملها حتى واخا معنا كذلك السي محمد بومهيدي اللي غادي يتكلمنا يعني يطرح بعض الاسئله يعني هذيك في هذا اللايف هذا. شكرا سعد قدر ومن دوري تنحييه سعد فتاح وانا كنت متابع في الفيسبوك الصور واللقطات واللحظات الحميميه اللي كانت كتجمعك مع الدراجه والمناظر الطبيعيه والثقافات والعادات ديال البوادي ولا المدن المغربيه على امتداد الطريق الساحليه بين بجدة والعريش. انا كنحيي فيك هذه المبادره وكنقول اودي كيفاش الانسان كيقول غادي يشد واحد البيكالا كما قلتي وغادي يشد الطريق فيها المتهور فيها واحد مجموعه ديال السلوكات ديال السائقين. سبب تفتح كيفاش واش ما جاتكش الفكره ان قلتي وما نعرف راه العقبه هذه والطريق ومسافه وحتى ان الطريق بعض المرات ماشي كتكون هي الطريق امنه هي بوحدك وقدر الله يسري لك شي حاجه وما ادراك من أنا غادي نجاوب السي بوميدي في هذاك السؤال ديالو على قضية السياقة في الطريق. يعني من وجدة إلى مدينة طنجة ربما ما سمعتش شي كلاكسون ديال شي طوموبيل ولا كيميو أعمل عليا. علاش؟ لأن السائق ديال الشاحنة رغم أنني في مناطق الريف كاين أوراش تما كاين ديك الكميات الكبار كيخرجوا ما كنسمعش الكلاكسون كنحس بالريح ديالي لأن الوقت اللي كتكون كدير السياقة بالدراجة ما عمرش تسائل الدراجة أو الدراج ما عمرو كيشوف الرويضة القدام بل كيشوف على الشرطة الأولى اللي تتكون عليه داك السائق ديال السيارة ولا ديال الشاحنة كيشوف بأن الضمان ديال دابا بحال اللي كنعطيو شي دروس ديال سياقه الدراجه واخا من الناحيه ديال السياق يعني السلوك ديال السائقين معك في لا وهو هذا السلوك ديال السائق حيت كيشوف ان الضمان او المقود ديال الدراجه غادي متوازي مع الخط الابيض اللي على اليمين ما كيعملوش كلاكسون تيقول بانك غادي مع الطريق مزيان. الور الا كنت انت كتشوف في العجلة القدام هو بالنسبة له واش كيبان له بأن المقود غادي ماشي متوازي مع الخط. أشنو الحل عنده؟ هو تيعمل واحد الكلاكسون باش يكون وهذاك الكلاكسون خصك تفهمو أنت السائق راه تنبيه ماشي تيقول لك خرج من الطريق أنا موراك يتنبيه يعني سقد راسك من الطريق راك مقتسم معنا الطريق هي طريق وطنية اللي كتطلب واحد السرعة معينة انا بالنسبه لي هذيك الطيلات هذه المسافه كامله من وجده الى طنجه ما سمعت شي كلاكسون ما سلوك حضاري وبالمناسبه كنشكر بزاف الناس اللي تيسوقوا السياقه في الشمال فوق ما كاينش شي كلاكسون رغم الاكتظاظ ما لقيتش شي صعوبه رغم ان الصيف وتتكون الطريق عامره ما لقيتش شي صعوبه. ثم كاينه واحد النقطه اخرى بالنسبه لسائق الطريق فهميت لهاد الرحلات سيرتو في المدن الكبيرة. كاين قانون السير تيحكم على كل شيء. هذاك التشوير الطرقي ديال الأرض وديال التشوير الأفقي والتشوير العمودي خصو تكون عنده دراسة مع هذا الملك يعني يكون عنده بيرمي باش يقدر يسوق. أنا شنو نسميه تنسميه بيرمي رخصة السياقة ديال الدراجة ولا رخصة السياقة الدراجة بما أنه قاسم الطرق مع السيارة نفس القانون اللي كنخدم عليه. واخا سي عبد الفتاح إذا فيما يخص دابا هذه بعد تعتبر المرحلة الثالثة في المسار ديال الدراجة
ايكولوجيه يعني اللي طاتي فيها نقولوا من الجنوب الشمال دابا راه تقريبا تقريبا المغرب كامل يبقى لك عايز الصحراء وداك الشيء. ان شاء الله السنه المقبله كان مشروع. واخا وبالنسبه لهذه المساله كيبقى كطلع مشروع، ولكن بالنسبه للمساله كيف كتشوف ان يمكن نطوروا هذه الرحله هذه اللي هي بالدراجه، كيفاش يمكن نطورها في المستقبل؟ وانا الراي ديالي ممارسين الدراجات بالنسبه للعريش الروندوني ماشي السباق، كنقول الجولات ديال الجولات العدد من حيث العدد مثلا من حيث العدد قليل الى منعدم ولكن كيفاش يمكن ننميو هذه الرياضه يعني الجوله بالدراجه في خاص تكون مبادرات ديال الجمعيات مثلا تخلق شي جمعيات مثلا جمعيات دراجه الجوالات كاقتراح يتبناوها ناس اخرين او الدراجه الايكولوجيه للرحلات تبدا في الاول مثلا هي بمسافات قليله داخل الاقليم او داخل الاقليم اكتشاف النواحي الاقليم في المثال مثلا استعمال في تي تي كمثال بسيط وحنا كنعرفوا الدراجه موجوده عند الدراري بزاف في العريش لكن خص لينا الضم ينضموا ويجمعهم وتنشكوا باش يجمعوا وبالنسبه للدراجه يعني كيكون فيها يعني ما عندهاش شي خاصيه معينه يعني ان كل واحد يجيب الدراجه ديالو على حسب الامكانيات اللي عنده او ان تكون هناك دراجات خاصه لان يعني الفيتيتا كيكون معروفين بانواع ديال الدراجه اللي كتستعمل فيها كاين فيها الانواع بزاف. الا جينا نناقشوا الموضوع على اساس كيفاش نطوروا هاد الفكره ديال الرحلات بالدراجه اللي كتشوف مناطق اخرى في المملكه ديالنا، خاص في الاول تكون عنده دراجه عاديه. علاش؟ لانه في الاول بغيتي تبداي في الاقليم بسيط، ولكن قبل ما تبدا كنظن انا خاصها تكون شي تدريب على تقنيات اصلاح الدراجه ضروري منها. علاش؟ لانه ملي كتخرج للطريق راك بوحدك، يعني وقع لك عطب في الدراجه خصك تعرف كيفاش تصوبه ادنى ما يمكن، وهو مثلا اصلاح بالنسبه لك كنسميو هنا البارشي مثلا ديال الدراجه ديال شومبرير الا تبيسات لك خصك تعرف تصوبه العطب اللي كيديك العطب بسيط ادنى ما يمكن، اما الميكانيك ديالها وقضيه السياقه ديالها، لانه ملي كناخذوا الدراجه راه بحال السياره، راه كاين لومبرياج كاين الكسيراتور كاين الفران، يعني خاصك مثلا لي بينيو اللور ولي بينيو القدام. لي بينيو اللور والقدام مثلا الى جينا للحاله ديال الفونتوم كنسميها الفونتوم، عندي سبعه اللور وثلاثه القدام، يعني الدراجه كتمشي بالملتيبليكاسيون بالضرب 21 فيتاس 21 فيتاس. كي تطرح السؤال الطريق اللي كتكون قدامي فيها ثلاثه الانواع ديال الطريق، كاين الطريق المستويه كاين العقبه وكاين الطرق محذوره. دونك انت ملي كتكون غادي مسافر هاد ثلاثه الانواع كامل غادي يمكن تلقاهم في الطريق عندك. اذا ملي نشوف انا الطريق طارها على حسب الزاويه ديال 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 الطلعه، هنا كتحتاج لاش لعداد الكيلومترات، عدد الكيلومترات كينقص اوتوماتيك تلقائي. علاش تينقص؟ لان ديك الساعه الدراجه بدات في العقبه كطلع بيتاس باش غادي نتايا او السرعه باش غادي، ماشي سرعه البنزين، سرعه جسديه فيزيك ديال راه كتنقص حتى في البيدالاج، يعني الكونتور كينقص عندك في الفيتاس. في هذه الحاله شنو خصك دير؟ المهم دابا السي عبد الفتاح انت اكتسبتي واحد التجربه واحد الخبره يعني في هذه السباقات يعني ديروا جولات وهي في نفس الوقت السباق، انت كتعمل السباق بالساعه شحال مشيتي كيلومتر في الساعه؟ شحال؟ شحال مشيتي من كيلومتر في الساعه تقريبا معدل؟ لا انا بالنسبه لي كسؤال هذا انه ملي كتقول السباق خصني يتنافس معايا في السباق. السباق ملي كنقولوا سباق كاين تنافسيه بين جوج بين ثلاثه بين اربعه، لا انا عندي مشروع ديالي خصني نكملوا مثلا مشيت من وجده جيت حتى للعريج خصني الليل ما يروحش عليا في الطريق. شحال المعدل ديال السرعه اللي مشيتي بها؟ انا دابا بالنسبه للسرعه اللي كنهضروا عليها ماشي قضيه السرعه في الساعه، ولكن في اليوم عندك واحد المسافه كتقطعها في اليوم خصك تبات في واحد المدينه. بالنسبه لهذه الرحله كانت عندي المتوسط اقول 80 كيلومتر في اليوم. اش كنعني باليوم؟ من 7 الصباح ما بين 6 و 7 الصباح حتى 5 4 العشيه على حسب الحاله، خاصها تكون عندي 80 كيلومتر قطعتها، ولكن هذا ما تيعنيش انه يوميا 80 كيلومتر، لا كاين نهار اللي كثر مثلا ما بين الناظور والحسيمه
قريبا 130 كيلومتر. ضربتها في النهار. طريق مستوية مزيانة شي واخا هذا بالنسبة للمسافة، بالنسبة للسرعة معدل السرعة. السرعة تيفرقوا عليك العداد ديال الدراجة على حسب طلعة أو العقبة والمنحدرات. على حسب المنحدرات فيهم. واخا أنت كتضرب بهذ المسافة كاملة تقريبا 730. أكيد وصلتي للسدود القضائية، وصلتي للبراجات ديال البوليس ديال الجدرمية، واش جاوا قالوا لك وقف؟ لا بالعكس، هذا سؤال مهم. فين غادي؟ شفنا عندك تما. لا سؤال وجيه، بالعكس كاين تشجيع من طرفهم. يعني كيوقفوا كيقولوا لك لا ما وقفونيش، ولكن كاين تشجيع، كاين تشجيع تيقول برافو مثلا. مثلا غزال تبارك الله عليك، كان زعير سويت عليك لايك. لاباس عليك تبارك الله عليك الخالد. احنا مباشره مع البطل ديالنا عبد الفتاح بالبركه، اللي الحمد لله على سلامته وكلشي فرحان. احنا فرحانين به لان استقبلنا في موقع ليكسوس، وحنا كنوصلوا مع واحد الحوار يعني ممتع وشيق معاه في هذه الرحله ديالو. كناخذوا منها الدروس والتجارب وكذلك التجربه ديالو باش نطورها في المستقبل. تبارك الله عليك، تفضل جاوب على السؤال ديال السدود القضائيه والشرطه وبالنسبه للجندار والفريق. كاين مساعده كثيره من عندهم، مصاب تسول مثلا في المدينه ديال الناظور داخل، ما عرفتش البلايصات ديال اللوطيلات فين نمشي. في الحسيمه ايضا ما عرفتش فين اللوطيلات. سولت للناس ديال الامن، دخلنا بلاكاس وقف وعطاني الوقت ونعت لي مزيان وفين غنمشي، وسميت الحي وسميت، ساعدني مساعده كبيره. قبضت من عنده الارشادات ومشيت. اما من ناحيه العتاد بلاكاس ما تيهضرش معايا، تيقول بلاكاس انا كنشجع الرياضيين. بلاكاس نشجعوا الرياضيين. واخا شنو هي الصعوبه التقنيه اللي واجهتك مادام انت كتكتب على الصعوبات على التقنيه ديال الدراجه والتكنيك ديالها؟ الصعوبه التقنيه انا ما كانش عندي حتى شي صعوبه من الانطلاق حتى الوصول، الا نسبيا في مدينه تطوان تهرس واحد الريون ديال العجله. هذا مشكل ديال السياقه ديالي انا. علاش؟ كاين حفاري دخلت فيهم وانا عندي ثقل، سي نورمال باش ثقل مع الريون كيتهرس من، وهذا الريون حيدو ما صلحتوش. علاش؟ لانه خص بحالو ما كاينش في تطوان، ما لقيتوش. اشنو الحل؟ كملت بها، عرفت كيفاش نسوق، لان الطريق ملي كتكون غادي شوف منين غادي دوز، راه خصك تكون شويه على الدراجه ديالك حيت عندك ثقل. واخا معنا بعض المتابعين ديالنا، يوسف الكمنجي، كذلك فاطمة علالو، تبارك الله عليكم الإخوة اللي كيتابعونا، بارطاجي وتفاعلوا معنا، طرحوا معنا الأسئلة مع الدراج ديالنا عبد الفتاح البركة. هو جا من وجدة حتى لدابا وشبرنا على لوشو، على الطائر كما كيقولوا دابا، التعليقات لوشو. ألو كنتلاقاو في موقع ليكسوس، يعني هو اللي موقع إيكولوجي وكذلك موقع أثري، اللي على هذه المناسبة حنا استقبلناه في ليكسوس باش نعملوا معاه واحد الاستقبال خاص، وكذلك باش نديروا معاه واحد الحوار على الرحله ديالو. اللي بغى يطرح شي سؤال عليه ولا شي حاجه مرحبا، وحنا كنواصلوا معاه الحوار. بالاضافه الى ذلك معنا كذلك بومهيدي اللي كذلك تا هو كينشط معنا هذا الحوار هذا. انا نضيف الاخوان اللي كيتابعونا دابا مباشره، في الوقت اللي تيكون شي واحد تيفكر او تيدير بحال هذه الهوايه هكا ديال الروندوني، يكون عنده درايه بالطريق النوعيه ديالها، وشحال يقدر يقطع ما بين ديبار ولا ريفي ديال شي ايطاب ديال المدينه اللي انطلق منها والمدينه اللي غادي يوصل لها. يدير دراسه بزاف ديال الطقس، واش الطقس معتدل ولا حار، لانه غيطلب منه المياه، استهلاك المياه كثيره. ثم التغذيه ديالو ما تكونش فيها الحوامض، تكون مركزه بزاف على الفواكه الحلوه شويه، ويكون مركز على البسكوي. هذا من ناحيه التغذيه، ومن ناحيه كذلك ديال الادويه، يدي مع الادويه يعني. علاش؟ لانه التغذيه ملي تكون كتجلس في شي مطعم مثلا او شي بلاصه اللي انت باغي تاكل فيها، حاول دوك الحواميض تحيدهم عليك. علاش؟ لانه انت مع كليا المسائل اللي هي نقدروا نسميوها مفوره بخره في هذا الخضار مثلا. علاش؟ لانه انت تبعك طريق ما كتعرفش ديك الماكله اللي تاكل واش كزينه وجديده، الله اعلم شنو كاين الحالات اللي كاين. ولكن اللي يكون عندك احتياط ديالك في التغذيه هو البسكوي. البسكوي اولا ما تيخسرش، هذه يكون التاريخ ديالو ممتد. مرحبا بالكاتب ديالنا عبد القادر اسلي بمدينه القصر الكبير، هذا يعني نهار كبير ان غادي يكون معنا سي عبد القادر. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. حنا في موقع ليكسوس الاثري، اذا بغيت توجه مع السؤال معنا دراج يعني قام واحد الرحله من وجده للعريش،
واستقبلناه. يعني هو عنده شعار ديال دراجة إيكولوجية من أجل خدمة وتنمية السياحة الداخلية. وحنا كنواصلوا مع الحوار معنا احنا كذلك غادي يطرح له سؤال سي بوي. القسم المشترك بين صاحب قدر ولا أستاذ عبد الفتاح ولا بينا هو أن احنا رجال ديال التعليم، وهذه خاصية ديال الاحترام. الهدف هو أنك توصل هذا الشيء لوليدات في الدخول المدرسي. يعني هنا وحنا كنفكروا ان هاد الايكولوجي وهذا الشيء ديال خصوصا ان المدرسه ديال الخطابي ولا المؤسسات التعليميه علاش ما تكونش البادره من داخل المؤسسات التعليميه، يكون دراج الايكولوجي ولا الدراج البيئي، يكون هما هذوك التلاميذ هما هذوك الخرجات البيئيه ويستعمل الدراجه الايكولوجيه، بحكم ان بحال دابا مثلا اذا مشينا للزواده كاين الوليدات اللي كانوا يستافدوا في اطار هذاك البرنامج من مجموعه ديال الدراجات. علاش ما يتم نصب على ما يكونش هذيك الدراجه اللي تعطات بهذيك الفكره ديال هذا خصو يوصل للمدرسه وهي ترجعو، ويكون هذه الثقافه هذه لان المحور على المسار ديال الوليدات يتحول من ان غير هذيك الديني لان يكتشف بها قصص. هذا كان عندهم شراء سي بوميدي ولكن بالنسبه للمؤسسه عندنا ما كاينش الدراجه، كان قليل داكشي قليل ومحدود جدا. لكن بالنسبه لهذا السؤال اللي طرح السي بوميلي في المدارس ديال الباديه، المجال القروي في كاين الدراجه كتوزع باش يمكننا نستمرها وتمشي بعيد في هذه القضيه ديال الرحلات الايكولوجيه. كنقترح تكون انديه الدراجه، نسميوها انديه الدراجه، بما ان القانون كيسمح للاستاذ المدرس ياسس نادي تربوي داخل المؤسسه، يوضع له واحد القانون داخلي، يوضع واحد البطاقه تقنيه ويأسس نادي الدراجه مثلا الايكولوجيه. كيبدا في هذه الحاله مع التلاميذ اللي عندهم هذيك الدراجه، ما يبقاش ديك الدراجه كيف ديال سيموني هي كتديها للدار وكتجيبها للمدرسه ومدرسه للدار. لا، ربما في الحال في العطال كتولي توسع الاستعمال ديال ديك الدراجه لاستكشاف المناطق على الاقل ديال المدينه اللي هو ولا الاقليم اللي هو فيه، ربما تطور يولي افضل فيها في هذه الحاله ديال الدراجه باستعمالها في الجوالات. انا هذاك فكرة عندي من ناحيه هذا، لا قلت انا لكم مقترح، ولكن انطلاقه تكون مثلا من حكم انك انت دابا كتزاولوا المهنه ديال التدريس وفي اعداديه اللي هي معروفه واحد مجموعه الانشطه مجموعه المشاركات مجموعه المسابقات اللي حيزتوا عليها ونيتوها، وبالتالي تكون هاد التحدي ديال الدراجه الايكولوجيه على اساس ان ماشي ان الوليدات يشاركوا الدراجه، بالعكس انكم انتم انتقلوا لهذوك المؤسسات في اطار الاعداديات في الكريزو ديال المديرين وتقترح الفكره، ولما لا اشراك الجماعات المحليه والجماعات القرويه، ماشي انهم يشريوا الدراجات، بالعكس يبينوا المعالم الايكولوجيه في وسط الجماعات ويحفزوا الوليدات على انهم يمشيوا لها ويشوفوها. حيت بحال دابا في الزواد كاين واحد المجموعه ديال الدراجات، ولكن اذا لاحظتي لاكسي ديال الدراجه كتخرج من الداد ديال الزواده كتدخل شي حد مجادين كتدخل في الغابه كتوصل للدار تيلوح البيكالا وتيرجع بحالو، وان على اساس ان الدار هو اللي يستعملها. انا سمودي كنرجعو للنادي، الا كان النادي التربوي داخل المؤسسه كيمكن عنده واحد البرنامج. هذا هو الفكره، على اساس ان انتم تشتغلوا على تاسيس نوادي طبعا مع المديريه مع المصلحه المختصه، على اساس ان يكون البرنامج ماشي ضروري يطبق من بدايه الموسم الدراسي القادم، ولكن مستقبلا تكون غير النواد والفكره مطروحه. كانت واحد المبادره من طرف بعض التلاميذ ديال السنه الفارطه على قبل ديك الخرجه اللي عملت السنه الفارطه. المبادره اللي دارت هي في اطار انترفيو عنده في المقرر، يعني حوار في المقرر ديال السنه الثانيه باللغه الفرنسيه. شنو عملوا هاد التلاميذ؟ كانوا مؤثرين وداروا مجموعه ديال الاسئله وجابوها حول الروندوني ديال السنه الفارطه. هضروا على مشكل تقني ديال الدراجه، مشكل ديال مشاكل الطريق، مشكل ديال البرنامج ديال كيفاش درتي فيه، ربما هضروا حتى الميزانيه واش ما كلفتكش ميزانيه بزاف. ربما اتذكر واحد السؤال شنو قالت واحد التلميذه في الانترفيو الاخرانيه في الحوار، شنو قال؟ قالت لك ربما التغذيه كلفتك كثير في اليوم، وهذا مباشره ربما نجاوبوه احسن. كاين الناس اللي كتقول ربما دابا راه تكلفك الفلوس. الفلوس اللي تكلفت هذه الجوله فلوس الدهن مبيت لوتينات بالضبط.
علاش؟ اما الطاديه لا اناقشها، علاش؟ يعني بواحد الجمله بسيطه، الا بغيتي تغدى ب 20 درهم تغدى، ماري بغيتي تغدى ب 300 درهم تغدى، انت والفلوس ديالك اللي بغيتي. يعني الميزانيه ديال الطاديه ماشي مشكل فيها، بل لقيت الناس، لقيت الناس انا اللي كيشجعوا هذا النوع ديال الروندوني على الدراجه، ما تيبغيوش يتخلصوا. كاين بعض المستملحات راه داتو في لابوز ديالي، مول الهندي مول كذا مول كرموسه كذا ساسي، لا كاين اللي كنلح عليه يتخلص، تيهز حاجه اخرى تيقول لك اجي خليها عندك سوبر تحتاج الطريق ولا شي حاجه بعد. كرم المغربي واخا احنا اللي كيهمنا، اللي كيهمنا ان الدراجه كانت وسيله ديال الاكتشاف ديال المناطق اللي زرتيها، وداك الشيء اللي كيهمنا هو اهم معالم الايكولوجيه وكذلك السياحيه اللي مريتي بها واكتشفتيها، كانت محطة ديال الاكتشاف هاد السنة هادي ديال 2018. نبدا بتطوان مثلا، منطقة الزرقاء، مسبح الزرقاء من المناطق اللي أنا عمري زرتو، كنشوفوه في الخريطة، أولا إلا لقيت شي واحد كيهضر عليه هكا ما معروفش بزاف، قررت نمشي له هاد السنة ضمن النقاط اللي غادي اللي درجت ملي دخلت لمدينة تطوان، بل دخولي لمدينة تطوان كان على على مسبح الزرقاء نشوفه. يبعد عن مدينة تطوان مشي 10 كيلومتر تقريبا، رغم أن الطريق صعيبة كلها عقبات، واليوم البارح اللي كنت فيه كانت الرياح مضادة، العقبة والرياح مضادة، وراه خاصك تكون عندك تدريب كثير على الزرقاء، والزرقاء هي من الأماكن اللي ممتازة في تطوان، هي البنية التحتية شوية خاصها تصاوب شوية، خاص أماكن مدنية. خاص ممكن نقص، ما كاينين ماشي ما كاينينش، ولكن خاص شويه تجي تنظم شويه وصافي. اما مسبح رائع اذا لاحظتي، وحنا كنبرعوا الدراجه سجده، واش كاين الفاسيلات او العنصر النصفي كيسوق بك؟ السؤال مهم هذا. اذا جيتي للناظور ربما عقل اخر، ولكن اذا هبطتي مثلا بحال دابا مراكش، اذا مشيتي للرشيديه المناطق والزازات كتبر بان الدراجه العاديه، الدراجه الهوائيه او العود الريح كتستعمل كثره، والاصناف مختلفين والاعمار مختلفين، وقدر تجبر دار وحده اربعه حتى الخمسه عود الريح. انا نبدا بمراكش، مراكش بحكم انا كنتمي لها، مراكش مراكش كيسميوها مدينه الدراجه، مراكش كيسميوها مدينه الدراجه، ما كاينش المنزل اللي ما فيه على الاقل دراجه واحده هوائيه اللي ما لاش تكون بتناريه. اما واش النساء او الرجال كيستعملوها؟ بجوجهم مراكش، بجوجهم، بل كاين حتى الناس الكبار كاع كيستعملوها، لكن السؤال اللي كاين من وجده اللي حتى لطنجه، كاين بعض المدن اللي منعدمه فيها الدراجه وما تصلحش، ما كاينلاش، الا خدي مثال الحسيمه مثلا، ولا يعقابي، ما تصلح لكش الدراجه، بل الطريفه اللي كاينه مثلا، دخلت لوطيل في الفندق في الحسيمه، عارفني منين جيت، رحب بيا، المهم استقبلني مزيان، شنو قال لي؟ قال لي الافضل خلي الدراجه هنايا ما ديتيهاش تسارى فيها. قلت له باش بغيت نتسارى؟ قال لي راه غادي تعذبك، حيت العقبات بزاف كاينين. واخا وبهذه المناسبه كاين واحد السؤال اخر يتعلق يعني بوجود باساج او ممر ديال الخاص بالدراجات، واش كاينه ممرات يعني في الطريق وداك الشيء اللي هي كتامن فعلا السلامه ديال في بعض المدن سامي الدراجه؟ لا بعض المدن منعدي، لكن الا خدتي من الفنيدق مثلا الى تطوان كاين ممر خاص بالدراجه، كاين ممر خاص بالدراجه، اما بعض المدن الاخرى كنلقاو مشكل، هي لما السائق الا كان كيعرف يسوق مزيان الدراجه مع يعني جوج رويض مع أربعة ترويض راه ما تيلقاش مشكل، غيبقى غادي مزيان، ويكون عنده دراية بالتشوير الطرقي الأفقي. ثقافة واحدة كتشارك بين اللي راكب الدراجة. لأنه عندي واحد الحكاية أو طريفة واقعية هاد السنة في واد قرب ندخل واد لون، كاين ثلاثة الأجانب كانوا كيتسالوا كيترينو على النوع ديال الدراجة في تي تي، أنا في اللغة الإسبانية شوية شنو فهمت منه؟ أنه وقف وتيلح وتيشير للخوض اللور، انا حاط الخوض اللور مع الباكج تيلح، اشنو فهمت منه؟ تيقول لك تيدير الاشاره للراس ديالو تيقول لك هادي اللي عندك اللور استعملها انت، انا منيح حيدها استعملتها مشي دوما كملوا المسافه ديالهم اللي كانوا كيترينوا فيها،
من بعد ملي كان رجع تيعمل اشاره ديال انك فهمتي زعما راك فهمتيني واخا. بالاضافه الى ذلك يعني هاد الرحله هادي كانت عندها بعض الرسائل يعني عندها طابع الا بغينا نقولوا سوسيولوجي اللي كتعكس العقليه ديال الناس اللي المناطق اللي مريتي منها. وفعلا كانوا بعض الناس يعني حول مثلا الثقه الامان مثلا حول مفهوم ديال يعني ديك المساله اللي لمسناها حنا من خلال الحوارات اللي جاتهم داك الشيء على المساعده ديال الناس الى اخره. يعني هاد الرسائل هذه اللي يمكن انت ديتيها في الرحله الثقه الكامله والمناطق اللي زرتيها. شوف انا الاماكن كامله اللي دخلت لها في هذه الرحله الثقه الشامله كاينه المغرب امين. طريفه بسيطه انني وقفت في واحد المقهى سيدي نويل وقفت في واحد المقهى باقي ذكرش المنطقه بالضبط ولكن بغيت نغلق الدراجه بنسدها شنو غادي يقول لي النادي بحال لي شويه تعصب قال لك لا علاش غادي تسدها ما تسدهاش لا خليها مفتوحه خلي حوايج فوق الطبله علاش انا بغيت نسدها باش ندخل للمقهى نطلب داكشي اللي بغيت انا ناكل هو شنو قال لي زعما خلي الحوايج ديالك واش يطلب لك شي اللي بغيتي بغيت نسد الدراجه قال لك لا ما تسدهاش هادشي ماشي الليل كاين الناس ديك ما تسدها خلي كل شيء يجي يطلب اللي بغيتي قلت له واه سي جارات العاده كنسد لك لا راه الا سديتيها بحال هكا تقول لنا حنايا راه ماشي معلمين ماشي اذا مازال كنرحبوا بالاخوان اللي مازال معنا كيشاهدونا وداك الشيء وكذلك كنرحبوا بفؤاد المريني اللي فعلا حنا في الاول طلبنا من المتابعين ديالنا يوجهوا لنا بعض الاسئله ولكن مع الاسف ما حنا كنتمنوا يكون واحد التفاعل مع الرحله ديال سي عبد الفتاح هو مستعد باش يجاوب على اي سؤال اللي نغنيو بهذه الحلقه هذه. يعني هاد الرحله فعلا كانت عندها بزاف ديال الرسائل. شنو هي الرسائل ديال هذه الرحله هذه سي عبد الفتاح؟ الرساله الاولى اللي كان وجهها في الرحله انني رغم السن رغم المسافه اللي كثيره رغم الطقس حار قررت نكمل هذا المسار فعلا كملته. يعني الرساله الاولى انطلاقا من هذا الشرح الى عندك العزيمه والاراده قويه لتحقيق واحد الهدف واحد المبتغى يعني العراقي اللي كتحطها قدام كيف سيبها عرض الحائط كامله غتوصل للهدف ديالك غتوصل. واش هي الصعوبات اللي واجهتيها بصراحه؟ انا بالنسبه لي في الاول كنت نقول كاين غادي يكون مشكل ديال الطريق مشكل ديال المبيت ما غنلقاش نهائيا مشكل ديال الدراجه يسرقوها ولا شي حاجه بحال هكا ربما غادي يكون عندي مصروف كثير هادشي كله هو قلت حطيت ميزانيه حطيت نقط خرج خصني نكمل الهدف ديالي ان نبلغ لهذوك الناس اللي هما بالضبط اللي كنتعامل معاهم هما التلاميذ ديالي ان الرساله الى خصكم توصلوا لواحد الهدف تقراوا مثلا وتوصلوا لواحد الهدف غتوصل ليه رغم المستوى ديال رغم المشكل المادي. نعم كيفاش كنت بوحدك يعني وما عندك لا مرافقين لا والو حنا كنعرفوا بان الرحلات كتكون منظمه يمكن لك وقع لك عطب يمكن لك وقع لك شي يعني شي مثلا شي حادث يعني هاد المراه هاد شنو هي اللي حسيتي بها انت ان الحالات اللي كان خص تكون الحاله ديال المرافق تكون وما كانتش عندك في هاد الرحله الحاله ديال المرافق ماشي ما يكونش يمكن يكون ولكن شكون هاد المرافق اللي غادي يقطع معك هاد المسافه كلها النوع ديال هاد المرافق خاصو يخضع لتدريب يعني قلت قبل السنه اللي في الاول انه خصو يخضع لتدارب رياضيه قويه خصو يكون داير خارجات خصو تكون عنده النوع ديال الدراجه اللي ديال الجوله خصو تكون يدخل الميزانيه ديال المصروف خصو تكون عنده واحد القابليه الاراده اللي عندك انت تكون انت عنده هو ما هذوك جوج ولا ثلاثه اللي بيخرجوا ماشي انت عندك اراده باش تقطع هذه المسافه وغادي تجي تفرطها عليه يعني لخصها في واحد الجمله بلاتي لخصها في واحد الجمله الا كانت الحاجه المفروضه راه ما عمرها غتوصل ليها ولكن الا كانت ناتجه على رغبه من عنده نعم. راه غادي توصل لها هذا من هذا من حيث الرحله الجماعيه انا اللي قصدت بان مرافقين كيكونوا مثلا يعني من ناحيه الدعم اللوجستيكي مثلا واحد خصو يزور الرويضه كيعملوا رويضه واحده اخرى مثلا وقع شي عطب هو اللي كيصلحها ولكن بالنسبه يعني هذه المساله هذه واش حسيتي بان اذا كانت الرحله بشكل منظمه بشكل اكبر لا انا حليت هذا المشكل حليته بالاسم اللي عطيتك ديال الدراجه فونتوم شبح هذه عملت تقريبا العام اللي فات 1040 كيلومتر هذا العام 730 راه دخلت تقريبا 2000 كيلومتر النوع ديال الدراجه كتفك لك هذه المشاكل كامله اللي كتهضر عليها انا ماشي انا كنكون ضد الناس ما تكونش المجموعه يد الله مع الجماعه الا كانت مجموعه مزيانه ولكن فين هي
خصك تقلب عليها. واحد السؤال اللي هو دائما كنسولو، يعني التكوين ديالك العلمي والمهني واش نفعك في هادشي؟ بطبيعه الحال اول حاجه الدراسه استاذ ديال ماده التكنولوجيا، يعني التقنيه ديال الدراجه ما كاينش مشكل. كمثال بسيط في التقنيه، هي استعمال السرعه اللور والقدام. خصك تعرف كيفاش تفدو، يعني لي بينيون القدام ولي بينيون اللور. الا كان البلاطو اللور البينيون اللور كبير نستعمل فيه السلسله كبيره، البينيون اللور كبير والبلاطو القدام صغير، القدام صغير، يعني نوع العقبه طالع، رجليك كتكون خاتي خفيفه والثقل وكلشي غادي طالع، انت ما كتعبش. لكن واحد اخر الى عمل البلاطو الكبير القدام والبينيون صغير اللور، راه ما يطلعش العقبه الاولى الثانيه، غادي يسخف في البلاصه ولا سخف. هو كان عندك مرافق كيف قال سابقا، او عندنا مشكل في المجموعه، في المجموعه عندنا فيها مشكل ديال السياقه في الدراجه. هذه المجموعه اللي هضرت عليها زعما القدر، ماشي خاصها تخضع للتدريب، بل خاصها تخضع للتدريب الرياضيه، بل التدريب التقنيه، التقنيه السياقه ديال الدراجه. انا اختتم واحد القضيه في الخرجه ديال طنجه، وقع واحد الطريفه راه باقي ما كتبتهاش، ما حطيتهاش في البال، سميتها طريفه تقنيه تكنولوجيه او تقنيه شي حاجه بحال هكا. عطيتها شنو هي الطريفه؟ ديزي من حدايا واحد الدراج متسابق، يبدو انه كبير في السن ديالو. شنو قال لي؟ عمو راك دير متقل بزاف اللور، متقل بزاف اللور. انا كيفاش فهمت ان عندي تقل اللور؟ قلت له تشادو على الحوايج ديالي ديال المساليه. قال لي لا بزاف هذوك الحوايج كاينين، تقلتي راك متقل بزاف. شوف انا كيفاش غادي خفيف. قلت لي انا، قلت لي راك انت ضر، انت تدير سيلفا. قال لي لا ربما ما تفهمنيش. قال لي لا، ما كان يعني ليكش الدخل ديال الباكاج، كان عليك البينيو اللوراني انك استعملتي صغير، ودير البلاطو الكبير راه غتعيا. هو يعني الثقل، ان الدراجه متقله تقنيه فهمت في التقنيه. عاود ثاني جديد المثال، السياقه ضروري منها، نقدر نسميه رخصه السياقه الدراجه. واخا كسؤال اخير، اذا بالنسبه للناس دائما كيتشوقوا يعرفوا عبد الفتاح الريحه ديال دابا، كيقول لك المنطقه الجنوبيه، يعني باش حنا قلنا الصحراء، يعني دابا الان كنظن المرحله اللي ماجيه المنطقه الجنوبيه عاد باش نوصلوا للصحراء ولا شنو عندك في المستقبل؟ انا عندي مشروع العام اللي فات وصلت مدينه جديده، مشروع اللي كاين هو خصني نكمل ثاني المحيط الاطلسي. دابا البحر الابيض المتوسط كملته هذه السنه كامل عبر الطريق الساحليه، السنه المقبله ان شاء الله غادي نبدا من جديده الى مدينه سيدي افني. تيبقى مشروع راهين وما كتلاحظش ان ربما تقدر دير دراسه على اساس ان الطقس تما والعجلات، بحكم انك تشوف دابا السيارات وخصوصا في الطقس، لان الاغلبيه حنا رجال التعليم كنكونوا الفترات اللي كنكون جالسين فيهم هي الفتره ديال الصيف، اللي كنراو ارتفاع درجه الحراره. مؤخرا عرفنا واحد المجموعه ديال الفيديوهات اللي شفناهم، ان السيارات ديال الخارج كيتحرقوا في طريق السياره، كيتحرقوا في الاطر. هذه الملاحظه انا جاي من الجبال، تعرف العقابي الجبه كي دايرين، ماشي ساهلين، خارج من الجبه وجاي كنلقى السيارات واقفين كيدخلوا، ولكن الفونتوم راه وصلت، فونتوم اصلا ما عنده ما يسخن فيه، لان التهويه كلها مهويه. كان مشكل عندي في هذيك الطريق، مشكل ديال الماء. واخا الاحتياط بقيت غادي بالاحتياط اللي عندي، واحد القرعه ديال الاحتياط بقيت غادي بها، وتما جاتني فكره اللي كنا حنا اللي كنعلموها للتلامذه. شنو هي هذه الفكره؟ الماء ضروري للحياه، حافظوا عليه. واخا اذا عندنا بعض الاخوان هما التحقوا بنا، سي عبد الفتاح عندنا بعض الاخوان هما التحقوا بنا، فؤاد المريني حتى هو كيبان لك التحيه، وكذلك توفيق البوعلاني حتى هو كيسلم عليك، كيقول لي سلم على سي عبد الفتاح. اذا ها حنا درنا معاه اللايف والحوار مازال مفتوح، اللي بغى يطرح عليه اي اسئله هنايا من بعد يعلق او يطرح اسئله، فسي عبد الفتاح مستعدي يجاوب على جميع الاسئله باش ينوركم على هذه الرحله هذه. شكرا على كل ما تابعنا، ورسالة أخيرة، وتبعوا لاباج ديال السي عبد الفتاح، راه فيها التفاصيل كاملة، ها هو جميع التفاصيل، بداية من البركة عبد الفتاح، ودخل وشوف مع راسك. تبارك الله عليك السي عبد الفتاح. سيدي شكرا لكم متابعنا، وإلى اللقاء فرصة قادمة.